سليم سليم مرحبتين، اهلا وسهلا ومرحبا. يا منجي الالطاف، نجينا مما نخاف يا رب، وطول اعمارنا بالصحه والسعاده يا رب. يا ربي مطمط بعمري حتى يصير عمرين واكثر يا رب. فظاعه على هالاسانسير شو بحم القلب؟ يمكن على الان بالسابع هيك يصار، عم يعلق كثير لانه لا حول ولا قوه الا بالله. لك زمان واقف هون يا عم؟ يعني بدك تقول شي خمس دقايق. على كل حال اذا بيتك مو عالي انا برايي تطلع على الدرج، لانه على يبدو على 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 ما يبدو الاسانسير مطول. يعني يا الاولاد ماسكينه، يا شي جاره بربره فاتحه بابه وعم تحكي مع جارتها. اللهم نجينا من خان، اللهم نجينا. وين ساكن انت؟ وين ساكن انت قلت لي؟ انا ساكن بالطابق الثامن. انت يا عم يعني جاي زياره لهون؟ لا انا ساكن هون من 10 سنين، بيتي بالسادس. انو جهه جار؟ الجهه الثانيه. وانا من الجهه الثانيه. ها اجى الاسانسير، تفضل. ايه والله ايه والله اجى، حتى الحمام حتى الحمام. سبحان من سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. رنا يعطيك العافية. أهلين حبيبي. شو ليش طولت؟ غلي قلبي عليك حبيبتي. بدك الصراحة يلعن على الأسانسير وساعته، والساعة اللي اشترينا فيها بيت بالطابق الثامن. حبيبي بدنا نضل نحكي بهالقصة؟ خلص بسيطة. بعمل لك شي تشربه؟ لا لا ما جا على بالي اشرب شي، بقيان خمس دقايق بدي يطلع برنامج خير يا طير. أبشر لك حبيبي؟ لا أنا ما ليش أنا أبشر لحالي. عشرين ترم أصابي تعبالي شوي. أنت دائما هيك عم بيصير فيك، يعني كل ما بدك تحضر هالبرنامج بدها تتوتر أعصابك. معك حق. الله يهدي بالك وتلاقي أمك وأبوك بأقرب فرصة وتخلص من الهم والعذاب بقى. ما بعرف ليش هيك حاسة إنكم رح تلتقوا، هيك إحساسي عم بيقلي. ندرا علي يا رنا، إذا بسمع إنه أبي وأمي طيبين لأذبح 10 خواريف ووزع 1000 ربطة خبز للفقراء والمحتاجين، والله العظيم لأعمل شيء لسه ما انعمل، بس يا رب يا رب اكرمني بشي خبر عنهم. ولا يهمك حبيبي ولا يهمك، الله كريم. وبيني وبينك أنا كمان مشتهية على ربي شوف عمي ومرت عمي، الله كريم. لكن أنا 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 شو بدي أعمل؟ ها بلش البرنامج. يا رب يا رب مالي غيرك. مأمون مأمون لا تتوتر، من شان الله عم بتوترني معك. انت قول ان شاء الله بيمشي الحال اليوم وخلي الباقي على الله. اعزائي المشاهدين في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في برنامج خير يا طير. خير يا طير هو جسر المحبة الذي يلاقي بين القلوب ونهر الوداد الذي يقرب بين الأفئدة. خير يا طير مساحة صغيرة للتلاقي والتواصل والاحتكاك المباشر بين الأهل والأبناء والأصدقاء. خير يا طير منكم وإليكم. فسحة صغيرة للإعلان وسنرجع فورا، استنونا. لك شو قصتهم هدول؟ هلا وقت دعايات لسه ما قالوا مرحبا للناس. معك حق حبيبي، بس ما في برنامج بلا دعايات.
هذا البرنامج بالذات ما بيزبط على الادعايات، لأنه الناس بتكون قاعدة على أعصابها، يعني مو وقت حفاضات وشامبو ومعجون أسنان. طول بالك حبيبي، يعني المحطة بتاخد حق الدعاية ضعفين بهالبرنامج. مساء الخير مرة ثانية أعزائي المشاهدين. رح نبدأ أولاً برسائلكم العزيزة على قلوبنا. إلى الرسائل. في رسالة أو بالأحرى نداء مؤلم من السيد سمير مروب اللبن لوالده السيد أبو سمير مروب اللبن، عم يقول فيه: كنت أنا وأبي على البحر باللاذقية من مدة، وكان أبي عم يسبح وضل يسبح بنشاط وهو مستمتع، وعم يلوح لنا بإيديه وعم يقلب على ظهره وبطنه حتى يورجينا فنون سباحته، وضل يسبح. وبعدين سيداتي وسادتي، المهم في سطرين عم تتكرر فيهم كلمة عم يسبح. المهم غاب عن الشط تماما وما عاد بين، ولليوم ما رجع. فيا ريت إذا كان عم يسمع هالنداء يرجع لبيته وحاجته غيبة، كفاها الله. وعم يقول السيد سمير إنه كان حلم أبوه يروح على قبرص، بس ما توقع أبدا يروح السباحة. طبعا منتمنى من السيد أبو سمير مروب اللبن إذا كان بقبرص فعلا يتصل بالأهل ويطمنهم عليه، لأنه عم يقولوا مو مكتوب عندي بالرسالة، عم يقولوا اشتاقوا له كتير وفرطت مرارتهم، فرطت تماما. ماشي الحال. وفي عنا فاكس من السيدة ازدهار زاركها، عم تقول فيه: من حوالي سنتين تقريبا أرسلت ابني يعرب لحتى يشتري كيلو حليب وجرزة بقدونس، ولحد هلأ ما رجع، فياريت إذا حدا بيعرف عنه شيء يتصل بالبرنامج فورا. وبالنسبة ليعرب عمره هلأ 6 سنين، لأني لما بعته ليشتري الحليب كان مطبق 4، وهو طفل جميل كان لابس بلوزة قطن عليها صورة فان دام، وهو عم يضرب بوكس لأرنولد شوارتزينجر، وفوق البلوزة أفرول جينز كاحت إلو وجيبة، عفواً إلو جيبة بسحاب على الصدر، وكان حامل زبدية شينجو أورانج مطعوجة من سفلها. فياريت يلي بيعرف شي عن الطفل يعرب ابن سيدة ازدهار زاركها يتصل بالبرنامج. حبيبي اتصل بالبرنامج، شو ناطر؟ بركي علق الخط. حاولي حاولي انت حبيبي، خليني أنا عم تابع. عفواً أعزائي المشاهدين، في معنى اتصال على الهواء مباشرة من الأخ عبدو ناعمي. تفضل أخ عبدو. أخ عبدو نحن معك، تفضل أخ عبدو. عبدو تفضل تفضل. شو النداء اللي بتحب توجهه يا أخ عبدو؟ يا سيدنا، من حركة شهرين كنا قاعدين أنا والعيلة على الأسطوح، لأنه الدنيا كانت حرائي وكان الهواء عم يلعب لعب، النسمة كانت عم تلعب بأوراق الشجر. أخ عبدو معلش، يا ريت تختصر مشان الوقت. يعني شو عم أساوي لكان؟ هي عم بحكي لك القصة بالمختصر. المهم يا سيدي، ونحن قاعدين على هالأسطوح اتخانق ابني سعده مع ابني الثاني حده، بالصدفة كان قاعد حده، ما شفنا لك إلا سعده قام من حده لحده ونطحه نطحة فتح له رأسه فيها. أعوذ بالله، ليش هيك؟ وبعدين شو صار؟ يخرب بيته على هديك النطحة، قسما بالله تور ما بينطحة. المهم أنا لما شفت هالشوفة طار عقلي من راسي وتزلزل بدني كله، فورا سحبت لك هالمسدس من خصري وسفقت لك ضربين ثلاثة بالهواء، قاموا الاثنين جمدوا بأرضهم، وركدت لك هديك الركضة على ابني سعده. اي الله وكيلك، هجمت عليه مثل البلدوزر. أنا بلدوزر قول قاطرة ومقطورة، مو هيك؟ أخ عبدو معلش، يا ريت تحكي باختصار مشان وقت البرنامج يعني. طيب طيب حاضر أستاذ. المهم كمشته لسعده من زلعيمه وعملت له كفين مثل طباق الجمر، وما اكتفيت بهالشي سيدنا، لأنه بصراحة ما اشتفى قلبي منه، قمت كمشته من شعره وصرت دق راسه بهالحيط، دق راسه بهالحيط، وما بعرف يا أستاذ كيف فلت من إيدي يومتها وهرب بنصاص الليالي وهو عم يصرخ بالمقلوب، ومن وقتها ما عدنا شفنا. وقديش عمره ابنك سعده؟ يعني بدك تقول حركة 14 سنة، يعني لسعته ولد بغو. يعني هلأ أنت أكيد بدك توجه نداء مشان يرجع وتخبره أنك ندمان كتير على هالعملة السودة تبعك وما عاد تضربه، مو هيك أخ عبدو؟ إذا سمحت يا أستاذ اتركني وجه النداء على كيفي، الله يخليك. طيب ما في مانع، تفضل. اسمعوا لا سعده،
قسما عظما اذا ما بترجع على البيت لبلبس عيونك بلبصة. فهمت ولا ما فهمت ولا كلب؟ طول بالك طول بالك اخ عبده طول بالك. شو هاد؟ شلون بده يرجع الزلمه اذا كان عم تحكي معه هيك؟ شلون شلون بدك يعني احكي معه لكان استاذ؟ قسما بالله غير ما. الو اخ عبده عبده. سيداتي وسادتي، يبدو انه الخط انقطع. بنعتذر من السيد عبده ناعمه ومن الاخوه المشاهدين، وهلا منتابع اتصالاتكم. مأمون مأمون خد علق الخط. الو مرحبا، برنامج خير يا طير؟ انا مأمون تدبيلي، ممكن احكي مع الاخ المذيع؟ خليني فوت على الهواء لو سمحت. طيب رح يطلعوني على الهواء فورا. ايه منيح كثير، بس انت احكي شوي شوي مشان تعرف شو بدك تقول. ايه الو ايوه. سيداتي وسادتي، معنا اتصال من السيد مأمون تتبيله. اخ تتبيله مساء الخير. مساء الخير. تفضل، شو النداء اللي حابب توجهه؟ على عيني استاذ، راح احكي لك. انا كان عمري 4 سنين لما رحت مع ابي زياره على بيروت. كان ابي كامش ايدي وماشيين بشارع الحمراء ومبسوطين بامان الله، بس الوالد يعني لما شاف هالبنات الحلوه عم تتمشى على الصفين انعبط وفلت ايدي وما عاد شفته بهالعجقه. يعني ضاع؟ انا اللي ضاعت مو هو. ايه وبعدين شو صار؟ لقوني ناس عم ابكي واخذوني ربوني ببيروت. الله يجزيهم الخير طبعا. لما صار عمري 20 سنة رجعت على الشام، دورت على امي وابي بس ما لقيته. طيب شو اسمه ابوك؟ سعيد تتبيله. اصبح رح نوجه نداء الى السيد سعيد تتبيله للاتصال بالبرنامج، وبنتمنى من السيد تتبيله يكون عم يسمعنا. سيد مأمون، رقمك صار عنا وان شاء الله بنتصل فيك عن قريب. اهلا وسهلا فيك. شكرا شكرا كثير. ان شاء الله يكونوا اهلك سمعوك يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. اعزائي المشاهدين، والان نبقى مع فقره لم الشمل بعد فراق طويل. اجا ابنك خالي. انت حبيبي ابني. لا 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 خالي، انا المذيع مو ابنك، هذا ابنك. انت ابني، انت حبيبي، تغفرني يا ابني، تغفرني يا حبيب قلبي، عمري انت، روحي انت، حبيبي حبيبي، تفضل تفضل، عود اغني عود يا حبيبي يا حبيبي. هاي مام. الحمد لله، الحمد لله يا رب، يا اللي شفتك قبل ما اموت، الحمد لله الله جبر بخاطري، يا من انت كريم يا رب. امي طمني، احكي لي تقبلني، شو عم تشتغل؟ اتجوزت ولا لسه؟ عفوا خالي، ابنك ما بيحكي عربي. يا شو بيحكي لك؟ شو نسيتي انه كان عايش بامريكا؟ ما بيحكي غير انجليزي. اسمعوا على السمع، شلون بدي احكي انا ويا لك؟ شلون بدنا نتفهم؟ والله هي مشكلتك، بدك تدبري حالك. وهكذا اعزائي المشاهدين، بعد فراق طويل وبعاد اليم، عاد اخيرا المستر تورينتو تارنتينو الى امه الحاجه فوزيه بغجاتي. شو قلت لي اسمه؟ تورينتو تارنتينو. شو أنا اسمها؟ ايه بسيطة حجة، بكرة تتعودي عليه. مستر تورينتو، بوس ايد امك قدام الكاميرا. تعا تقبر قلبي، تعا تقبر عيوني، لكحل عيوني بشوفتك يا حبيبي يا ابني، تقبر عيوني. الحمد لله اللي شفتك، الحمد لله اللي شفتك يا امي يا حبيبي يا حبيب قلبي. تقبرني تقبرني ان شاء الله، شو حلو تقبر قلبي يا اخي. انا يا حسرتي يا حسرتي على قلب الام شو مشرشح. شايفه يا رنا قديش امي بتكون عم تبكي على هالحلا. ان شاء الله بتلتقوا عن قريب يا رب. عامر. نعم استاذ. شو صار برقم مأمون تتبيله؟ لقيت لي اياه؟ جبت لك يا استاذ. ليكم يا عظيم، لك اطلب لي اياه فورا. ايتك يا استاذ. معك استاذ. الو الو. نعم انا مقدم برنامج خير يا طير. اهلين اهلين وسهلين استاذ، يا ميت مرحبا. الحقيقه عنا خبر حلو كثير لك، بس بدي اياك تتمالك اعصابك. ها بشر بشر استاذ بشر. يا سيدي التقوا ضايعين. امي وابي؟ اي نعم. اليوم امك وابوك حكوا معنا وهنن عايشين هون بالشام. سيد مأمون سيد مأمون، احلى يكون صار له شيء الزلمه. مأمون شو في؟ الو
ايه استاذ نحن معك. لا ما في شيء، بس معطل معه الحكي من الفرحه. خير ان شاء الله، ما على قلبه شر. على كل حال نحن رح نرتب لقاء اليوم، وطبعا بدنا نجي نصور عندكم بالبيت. بقى ممكن تعطونا العنوان؟ ايه سجل عندك استاذ. حي التوسع، الجزيره 10 أ، البناء 22، الطابق الثامن. طيب اوكي، نحن بانتظاركم. واخيرا التقوا، واخيرا. مأمون، مأمون شباب حبيبي، رح اعمل لك بس كلمة. عنوان الاب معك؟ ايه معي استاذ. ليكو نقلك يا؟ لا لا ما في داعي، خد مصور وروح على عنوان الاب وشوف شو بتقدر تصور هنيك صور، وانا رح اخذ مصور تاني على بيت الابن، وبعدين بنحكي مع بعض وبنتفق على مكان اللقاء. اوكي استاذ. ما بدك توصايها؟ بدي مشاهد كلها حراره، كلها اكشن، لازم البلد كلها تبكي بهالحلقه هي. ولا يهمك استاذ، شغلتنا. ماشي، يعطيك العافيه. حي التوسع، الجزيره 10 ال، بناء 22. خلص حفظته. ايه استاذ مأمون، ممكن توصف لنا شعورك بما انك رح تقابل ابوك وامك ولاول مره بعد 40 عاما؟ يعني ماني عارفان شو بدي اقول لك استاذ، شيء بيجي على بالي يضحك، شيء بيجي على بالي يبكي، يعني بصراحه انا مضطرب استاذ، ويا ريت ناجل اللقاء لبعد ما اشوف اهلي. اوكي استاذ مأمون، على راحتك، ستوب لو سمحت. عفوا استاذ، يعني امتى ممكن يكون اللقاء؟ عم ننتظر تليفون من عامر. وينه عامر هلا؟ ببيت اهلك عم صور هنيك. يا جماعة يا جماعة ارحموني، أنا ما عاد فيني أصبر أبدا. يعني عفوا أستاذ، أنتوا ليش هيك مطيتوها كثير؟ مدام مشان تصوير حلقة البرنامج لازم يكون في مشاهد هون وهنيك، وإلا بدكم يانا نصور الحلقة. أكيد هذا عامر. عامر ألو. أهلين عامر، خلص التصوير؟ عظيم كثير، وينك أنت هلا؟ طيب أعطينا العنوان، نحن جايين لعندكم. سجل عندك إذا بتريد عنوان بيت أهلك. رنا ورقة ورقة. إيه إيه معك معك، سجل سجل. حي التوسع. التوسع. الجزيرة 10 أ. 10 أ. البناء 22. هذا عنوان بيتنا أستاذ. شو هالحكي؟ يا عامر أنت عطيتنا عنوان السيد مأمون تتبيلة، لا تخربطنا الله يرضى عليك. متأكد؟ يعني هلا انت بالبناء 22؟ سيد مأمون اهلك ساكنين هون بالبنايه بالطابق السادس. انت شو عم تحكي استاذ؟ يعني معقول هالحكي اللي عم تقوله؟ انا صار لي 10 سنين ساكن بالبنايه واهلي ساكنين تحت مني وانا مالي خبر؟ اكيد هو، اكيد هو رجال الختيار اجتمعت معه قدام الاسانسير. ابي، اكيد هو ابي. وائل الحقوه الحقوه، الله مصوروه، خذوا له كلوزات. بابا ابني حبيبي نور عيني، بيضربوا فيك المثل، تعوا يا حبايب هنوني. طبعا انا ابو محمود تتبيلي. شو استاذ حتى انت عم تبكي؟ ذكرت امي وابي ضايعي. يا ريت مين يلاقي لي ياهون. اهلا وسهلا. يمكن ما عرفتيني مو هيك؟ لا والله ما عرفتك، مين بتكوني؟ انا الهام. الهام؟ مين الهام؟ الهام بنت خالته الهيثم. والسبع تنعام منك ومنه، شو بتريدي منه؟ يا ترى هو هون؟ لا مو هون، هلا طلع. لكن اذا ما في سئلة بس يرجع قلي له خالتك بتضايقك. هذا اذا شفته، لانه انا ما عم شوفه منوب. يا ساي كاس الهوى للناس. ايه مراتب مين على الباب؟ وحدة فصعونة عم تسأل عن المقوص هيثم. قال شو؟ قال خالته الضرابة عم تسأل عنه. ايه وشو قلتي لها انتي؟ يو
شو بدي لا ينقلق ولا هي وياه؟ قلت لها مو هون. الله يصلحك يا امراتي، ليش هيك؟ ليش كذبتي على المخلوقة؟ عيب امراتي ما بيجوز. لا لا تنزع صباحنا، خلينا رايقينها واملي سيرة هذا البطيخ هيثم، بيكون احسن. مثل ما بدك، ماشي الحال. اشربي قهوتك قبل ما تبرد. وانت التاني مالك رايح الشغل اليوم؟ امبلا رايح، بصير ما اروح يعني، بس الاستاذ ماجد قال لي تعال الساعة 10. ها، ومن ايمتى كان الاستاذ ماجد يتساهل معك كل هالقد؟ ما في بالعادة. مو قصة يتساهل يا امراتي، بس اليوم اغلب الموظفين رايحين يشقوا على المدير العام بالمستشفى، ومشان هيك سمح لي اتأخر. وليش ما اخذوك معهم انت التاني حتى تشق على المدير العام؟ مالك موظف مثلك مثلهم؟ هلا انا مثلي مثلهم، ليك التاني شلون بتحكي؟ اكلي على بعضي شقفت ازم بهالمديريه، لا راح ولا اجا، ما احلاني والله، ما احلاني داحش حالي بين هالامام ورايح شق على المدير العام. وليش لحتى ما تروح؟ شو انت حرف ساقط يعني؟ مو حرف ساقط، بس الناس مقامات ودرجات يا مراتب، ورحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. يو اسمعوا على هالسمعة، كمان بهيك شغلات في مقامات؟ وطي صوتك لا تعيطي مراتب، ججارنا. صباح الخير جار. اهلين استاذ هيثم، صباح النور، ان شاء الله نهارك مبارك وصلاته على النبي. جار اذا حدا سال عني انا رايح على القهوه، يمكن اشرب نفس ارجيله. ايه شو عليه، ان شاء الله صحه وهنا حبيبي. بالمناسبه سالت عنا. مين سالت عنه؟ قصدك علي اجت لعنا هون سالت عني انا مو عنه هو؟ عفوا، ايوه سالت عنها مو عنا. اسف حبيبي. السلام عليكم. الله معك، مع السلامه. بعدين تعال هون، ضروري انت تقول له على اللي سال عنه واللي ما سال عنه. لا بس فكري انه جارنا. ايه اذا كان وضروري تقول له صحتين وعافيه لما قال لك بدي روح اتزهرم ارجيله بالقهوه. قلت لحالي مو حلوه مني. وليش عم تقول له استاذ هيثم؟ ايه استاذ وحده تسهل امره. شو بدي اقول له لكان؟ يعني حلوه شب قد اللوح مثل هاد وما اقول له استاذ؟ تخينه شوي قد اللوحه. ايه بس الشب هاد مستاجر عنا من 10 سنين وعصيان بالبيت وما عم يطلع، ريتها تطلع عيونه ان شاء الله. ايه وشو اعمل له يعني؟ شلون شو تعمل له يعني؟ شلون؟ لازم تورجيه العين الحمراء لحتى يهابك ويخاف منك، فهمها بقى. مو تقول له استاذ على الطالعه والنازله، بعدين هو يعني وين مفكر حاله قاعد باوتيل؟ شو؟ قال اذا حدا سال عني قولوا له اني انا بالقهوه. ريتها تسال عنه المخابرات ان شاء الله، شو نحن موظفين استعلامات عند ابوه؟ يا ام راتب يا ام راتب ارجوكي لا تضوجي وتموجي، نحن مضطرين نسايره غصبا عنا لانه اذا ما سايرنا ما بيطلع من البيت. إيه حاجتنا مسايره بقى، شو هاد يا شو هالقصه؟ صلنا 10 سنين ونحن بنسايره. لك المثل بيقول لك من عاش مداري ما تسقيم. طيب شو بيطلع بايدنا نعمل غير هيك؟ هاتي لشوف. قولي لي. بيطلع بايدنا كتير، المفروض انت ما تضل ساكت وتتحرك لحتى يفهم الافندي انه نحنا ما لنا ساكتين عن حقنا. ما اختلفنا، بس شلون؟ على القليله ارفع عليه دعوه بالمحكمه. لا لا امراتب، شو ارفع عليه دعوه؟ لا تخبصي بالفصه، الله يرضى عليكي، كل شيء للمحاكم، انا مو وشي وش محاكم منو بالله. وليش بقى؟ الله يرضى عليكي يا امراتب، قطعوا لحش، انا مالي مستعد اسمع منوب. يعني حدا بيشتري الهم بايده؟ حدا بنط ببركة فاضح؟ ولك المحاكم يا أمراتي بفتيلتها طويلة وبتقصر العمر وبتمغص البطن، وعلى روح وتعا وجلسات وتبليغ ونقض واستئناف وما بعرف شو بقى. ناقصني وجع راس أنا؟ والله مو ناقصني. معلش يا أبو راتب، لو وجعنا راسنا لازم نتحمل. ليش؟ على القليلي إذا اشتكينا عليه بالمحاكم منبهدله ومنجرجره، هذا من جهة، ومن جهة تانية منورجيه إنه نحنا مالنا ساكتين عن حقنا ومنقدر نشرجحه. عيني أنا مو خرج هالدعكة منوب، منوب مو خرج هالدعكة أنا. بعدين لو بدي ارفع دعوة عليه كنت رفعتها من 4-5 سنين وما كنت استنيت لحد هلأ يا أم راتب. شو يعني؟ ما عم بفهم عليك. يعني بدك هيثم أفندي يضل بيناتنا؟ العمى على هالمصيبة اللي لا كانت لا على البال ولا على الخاطر. أجرنا الأوضة كان طالب بالجامعة، وهي ليكو خلص دراسته بالجامعة وتخرج وتوظف وخدم عسكرية ولساته على الآن بالأوضة. ولك أخ أخ يا خوفي تهناله العيشة بهالأوضة ويضل على الآن فيها ويتجوز فيها. لا لا طمني، ما بيتجوز فيها، أنا رح أحكي معه بالرواق ورح حل المشكلة على طريقتي، طمني يا مراتب. هذا بيفهم بالرواق هاد؟
روقوا ضريبي اشربتوا. ستي نحن علينا انه نحاول، مو خسرانين شيء. وشو بدك تقول له بالله؟ ها ها، رح اقعده قدامي على الكرسي ورح اقول له: شوف يا هيثم، ابني راتب رح يرجع من السفر وناويين نجوزه بالأوضة اللي انت ساكنه، ولما هو رح يسمع هالحكي اكيد رح يحس على دمه ورح يطلع من الأوضة. هذا اذا كان في دم. انا رايح على الشغل، بدك شيء؟ ايه، جيب لي معك كيلو كوسة وقية لحمة هبرة، اليوم جاي على بالي اعمل مفركة كوسة. ايه عظيم جدا، اجت والله جابها. شو هي اللي اجت؟ رح اجيب لك معي كليين كوسة مو كيلو. يو، وليش هالكليين؟ فكري نسكب صحن مفركة لجارنا هيثم. يفركوا واحدة تسهل امره، هذا اللي كان ناقصني والله. بدك ياني اطبخ له تقبرني؟ مو على عيني، تكرم عيونك، بكره بعزله وبكويله وبغسله. يا ورصاص اللي يخلع رقبته خلع. لك طولي بالك مراتب، طولي بالك، ليش قبيتي هالقبة وكأنك قاعدة على بركان؟ فصاحة شو لسانك زفر انتي وردود فعلك عجيبة. ولك يا مخلوقة ربي، مو كل شي يا حبيبتي بصير بالمشاكل والعنف والخناق والمقاومصة. نحن لازم ناخده بالسياسة، بالمحاياة، بالدبلوماسية والحوار. باخد له صحن الكوسة من هون بالأول وبعدين بفتح معه موضوع الأوضة من هون. ان شاء الله بفتح له قبره عن قريب يا حق، يطعمني ولا يحرمني يا رب. يسعد رب البنات عفو هواهم، يسعد رب البنات عفو هواهم، مثل النعنع بالشاي ويلي مسكاهم، مثل النعنع بالشاي ويلي مسكاهم، مثل النعنع بالشاي ويلي مسكاهم، مثل النعنع بالشاي ويلي مسكاهم. شو الظاهر قبض معاشك حتى عم تغني ابو راتب؟ ايه والله قبضته والحمد لله. ويا ترى منزلين اسمك بالاضافه هالشهر ولا لا؟ لا والله مو منزلينه يا انسه رندا. شو هالحكي؟ على حد علمي هي رابع شهر ما عم ينزل اسمك بالاضافه، مو هيك ابو راتب؟ هيك نصيبنا، شو بدنا نعمل؟ شو بدك تعمل؟ لازم تشتكي للمدير. انا؟ طبعا انت اللي كان انا. وعلى مين بدي اشتكي؟ على مدير القسم. لا دخيلك يا آنسة، شو اشتكي على مدير القسم؟ ما بدي وجعت هالراس منه، بيستر عرضك، خلينا احباب واصحاب يكون احسن. بس يا ابو راتب هذا حقك وما بصير تسكت عنه ابدا، وبيني وبينك اذا ضليت تسكت عن حقك بهالشكل فرئيس القسم رح يتمادى معك اكثر. معلش يا آنسة، معلش، انا رضيان وتركه لضميره. ضميره؟ لا والله عرفت لمين تتركه. اسمع مني يا ابو راتب، اطلع اشتكي للمدير، هيك ناس ما بيسكت عليها منوب. صدقيني يا آنسة منال، لو عندي أمل 10% إن المدير رح يرد علي كنت طلعت، بس أنا واثق 100% من النتيجة، ومشان هيك ما رح وجع راسي وآخذ وأعطي بالقصة. أصلاً مين يلي عم يوقع على جدول الإضافة؟ مو المدير؟ إيه المدير، لكان مين؟ ولهالسبب ما بدي يكون كالمستجيري من الرمضائي بالناري. عن إذنك يا آنسة، وعدتيني تحت التيني وما جيتيني، وعدتيني تحت التيني وما جيتيني، مثل السمك بالمي اركض وراه، مثل السمك بالمي اركض وراه. يعطيك العافية زهدي. الله يعافيك عمي براتي، اهلين وسهلين. امرني خالي. لا العفو، ما يأمر عليك ظالم، الله يرضى عليك. بدي شوقية لحمة ناعمة على كيفك، بس تكون هبرة. على راسي، بس خرج شو بدك ياها؟ يعني خرج مفركة الكوسة. ايه مو تكرم عينك، بس اسلام بتفهمك، فركت الكوسة لازم تكون مدهنة شوي. لا لا دخيلك، انا ما بقدر على الدهنة ابدا، ما لي صحبة انا وياها منوب، خوش مو ناقصني لا شحوم ثلاثية ولا كوليسترول، عندي منهم كتير. اصبح خلص ولا يهمك، ما بتكون الا رضيان باذن الله. روح جيب خضرتك لبين ما اقطع لك اياها ولا يكل لك فكري. ماشي كلامك زهدي، اصبح انا رايح اسناول هالكوسايات من السوق وارجع، ما بطول. اتكل على الله، بس ترجع بتلاقي لحمتك جاهزه ان شاء الله. الله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا براتب، مشان شو اللي بدك كوسايات؟ خرج مفركت الكوسا. ايه مو تكرم عينك، اما شو عندي كوسايات؟ خرج المفرك حفر وتنزيل. بس اوعى يكونوا دبلانينها. لا يا طيب، ليش انا من امتى بعطيك خضره دبلانه؟ لا ترمينا بحجارك براتب. ها. لا ولا يهمك، بعرفك ما بتقصر، بس حبيت ذكرك. ايه ولا يهمك، لكن بما تجيب اللحمه بكون انا جهزت لك اياهم. عظيم جدا، سلام عليكم. الله معك.
أنا واقف فوق الأهرام وقدامي بساتين الشام، أنا واقف فوق الأهرام وقدامي بساتين الشام، أشاهدها وأهالي كرام يقولوا لي مرحبا يا زين، يقولوا لي شرف يا زين، يقولوا لي تفضل يا زين، يقولوا لي يا هلا يا تفضل تفضل يا زين. تعال شوف لي هاي اللحمة اللي جايب لي إياها، أنا طلبت منك تجيب لي هبرة على الحل، قلت لك ما بدي فيها ولا نسر الدهنة، تفضل. شو الحكي؟ مدهنة؟ يفضح حريشه، مع إنه وصيته لزهدي ها، وقلت له أنا ومرتي ما منطيق الدهنة ها، بس الله يصلحه، ما بيقدر يقعد عائل منوب، والغش ماشي بدمه، إن شئتي أم أبيتي. يا ستي بعض اللحامة إذا ما لقوا مين يغشوا بيستقربوا وبيغشوا حالهم. مو بكيفهم، ايدهم بتنقز، وشوفي على هالدف من شخت وخلافه بدسوه بالهبر. وشو الله جابرك تاخذها؟ المفروض كان تلحش له اياها بوشه. ولك ليش هيك انت دائما فايره وبتحبي النكات؟ خففي فورانك شوي، شو الحشه بخلقته؟ ما وصلت المساله لهالدرجه، يعني محرز نهز بدلنا مشان شقف الدهنه؟ بعدين والله انا مو كل هالقد مشراني. هلا اذا طلبت بحقك بتكون مشراني؟ عيني لا تلحش له اياها بخلقته، معلش على القليله رجعها لا تاخذها. هلا انت مالك مجبور تدفع حق لحمه نصها ذهنه وهي لازم تكون هبره. هو خطر على بالي رجعها، مو انه ما خطر، بس قلت لحالي اكيد ما راح يقبل. ليش؟ لانه قطعه وخلص، انكتبت على اسمي يعني. شو اللعي الفاضي هاد؟ شو ما بيقبل يرجعها وانكتبت على اسمه؟ ايش هو الشغله على كيفه؟ بس مو الحق عليه، الحق عليك انت، انت مو قد حالك منوب. لا يا امراتي، شو الحكي اللي عم تحكي؟ شلون مالي قد حالي يعني؟ طبعا مو قد حالك، لانه لو كان واحد غيرك كان رجع له اللحمه غصبا عنه وعمل له زفه مرتبه. اعمل له زفه مرتبه؟ شو الناس بتشتغل عبيد عند ابي انت الثانيه امراتي؟ بعدين وينك؟ خطر ببالي هالشي، مو انه ما خطر، بس قلت لحالي يا ولد مو محرزه تعمل مشكله طويله عريضه مشان وقيه لحمه. قمت بلعت القصه وسكتت، وبتعرفيني انت، انا ما بحب وجع الراس. نوب. لا تقبرني، اوعك اوعك يجعك راسك، ولي على قلبي عليك، ريتون وجع على راسي يا حق. شو يعني عم تنقري علي بكلامك ولا عم تنخميلي مثل عادي امراتي؟ حسبها مثل ما بدك. شو هالكوسه هي؟ شو هي؟ هي خرج مفركة هي؟ خير ان شاء الله، شو بهالكوسه كمان؟ مو خرج المفركة بفكره؟ لا مو خرج مفركة منوب، بس مو الحق عليك، ولك اخ اخ الحق علي انا يلي اعتمدت عليك بجلب الخضره. أصبح خلاص المرة الجاية روحي أنت جلبي غراض من السوق، لأنه بصراحة أنا يا أم راتب مالي مستعد أبداً أخذ وأعطي مع البياعين وأنفخ مصراني وأفرط مرارتي وأعمل مشاكل وجيب وجع الراس لحالي مشان هيك شغلات. أي والله بيرتفع معي الضغط بليلة ما فيها ضوء أمر والله، وبلتحش بالفرشة على أخ وإيخ. هلا كل هالقد خفت على حالك؟ طبعاً بدي خاف على حالي، لكن على مين بدي خاف؟ حالي هاد حالي، مو حدا غريب. ماشي الحال، على كل حال انا لما بنزل على السوق ما حدا بيقدر يتشاطر علي منوب، لانه دائما عطيتهم العين الحمراء. ايه فوتي هلا، فوتي نفختي لي قلبي، فوتي ساوي المفركه مشان نلحق نتعشاها. هايمي شو ما طبخيت العمشة جوزة رايح يتعشى، شو ما طبخيت العمشة جوزة رايح يتعشى. طمني استاذ، ان شاء الله عجبتك المفركة؟ ما بعجب. طيبة كتير يا ابو راتب، بس تعرف شو كان ناقصها؟ شو ناقصها؟ لا والله ما بعرف. يعني لو فقستوا فوقهم هدول بيضتين هيك بلديات كانت صارت أطيب بكتير على فكرة. معك حق، ملاحظة وجيهة جدا، يعني كان لازم نفقس كم بيضة فوقهم، بس قلت لحالي يا ولد لا تفقس شي، بيجوز جاركم يكون معه حساسية والبيض ما بيواتي. بس ماشي الحال سيدي، المرة الجاية منفقس. جار شو بك، ليش ما بتشاركنا الأكل؟ صحة وهنا إن شاء الله، أنا هلأ أكلت تحت مع أم راتب ونزلت لك بهالمفركات بالأربعة والكف. إيه سيد هيثم، يعني كان في موضوع صغير بدي أحكي أنا وياك راس لراس. تفضل تفضل أبو راتب ولو. طبعا كما هو معروف نحن فيران بجرد فارة، نحن جيران بفرد حارة، وصرنا سكن عامرين
وصرنا عمر ساكنين في بيت واحد، ويعني مثل ما بيقولوا جارك القريب ولا اخوك البعيد، ومثل ما بتقول الست نجوى كرم الله يخلينا اياها، الجار قبل الدار، وكمان بيقولوا يا جاري نار رد الصباح سلم على سمر الملاح، وبيقولوا كمان ساكن قصادي وبحبه، والشعراء اشادوا كثير بالجيران. فوت يا ابو راتب بالموضوع، ليش وكل هالمقدمات دخيل عينك؟ اي حاضر راح افوت بالموضوع. حاضر، الحقيقه ابني راتب جاي من السفر عن قريب، وناويين نجوز فيه ونفرحه، نفرح فيه ونجوزه. إيه الف مبروك ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك فيك يا استاذ هيثم. إلك علي يا ابو راتب، غني لك 50 بيت على الهواره الهواره، وموالين عتابه بيفلجوك فلج. بارك الله فيك، بارك الله فيك، ما بتقصر باذن الله. بس الحقيقه انا مو من شان الجوازه جاي، انا جاي اقول لك انه البيت ضيق وما بيسعنا كلياتنا، لاني بدي جوز ابني هون بالبيت بيتنا. بسيطة جار، يعني شغلتك كتير محلولة. ما فهمت عليك، شلون محلولة بقى؟ ايه شغلتك بسيطة ابو راتب، انت سرق له غرفة على السطوح وترك الباقي علي، يعني جماعة البلدية انا بدبرهم. لا حبيبي لا، ما حسرت، انا مو خرج اسرق غرفة ولا اسرق انجاج حتى. لكن شو رح تعمل؟ من بعد اذنك يعني جار، نحن ما عنا امكانية نجوز هالصبي غير هون بغرفتك هي. ايه والمعنى؟ المعنى اذا ممكن تسلمنا الغرفة. يعني لنفرض اني سلمتك الغرفة، انا وين بدي اروح بحالي؟ حبيبي انت شاب عزابي، لا وراك ولا قدامك، يعني فيك تدبر حالك وين ما كان. لا يا ابو راتب، بدك يعني احمل شنتي وابرم على رفقاتي من محل لمحل على بيوتهم، اتشنطط بالطرقات؟ ما بصير هالحكي. شو هالحكي هاد؟ والله ما بعرف شو بدك تعمل، بس نحن بدنا نحل مشكلة راتب ابني، يعني حط حالك محلي. بس يعني يا ابو راتب انت بهالصورة عم تحل مشكلة على حساب مشكلة تانية. يعني ما في امان؟ بدك تضل ساكن عنا بالاوضة؟ اي نعم، بس اوعك تفتكرني اني عصيان بالاوضة. لا لا، مين قال عنك انك عصيان؟ ابو راتب انا قاعد هون بشكل مؤقت لحتى ترخص العقارات مثل ما عم بيقولوا، يعني بصير الموظف اللي مثلي بيقدر يشتري بيت وهو مرتاح. لا اذا هيك شغلتك قريبة كتير كتير قريبة، كل عدة كوساية، كل مفركة، كل صحة. وانا ايه وشو قال لك كمان؟ ينقال اقواله ان شاء الله؟ ما قال شيء، هذا اللي صار. يعني بفهم منك انه الزلمة قاعد بالبيت ومستر طيب وما حدا قده؟ ايه والله يا مراتي هيك الهيئة. ولك اخ اخ، انا مالي زعلانة على هالبيت قد مالي زعلانة على صحن المفركة اللي تزهرمه. هلأ انت بس فهمني، ليش هيك عملت مع شوفير التاكسي؟ شو عملت لا سمح الله؟ شو عملت؟ ليش لا تخلي له كمالة الخمسين ليرة؟ طيب إذا كان هو طماع وقليل وجدان، أنا شو بدي أعمل له؟ لك عيني، العداد مرك 32 ليرة، ليش لا تسكت له وتعطي بقية الخمسين ليرة؟ لك يلا ستي بسيطة، مو محرزة نعمل مشكلة مشان كم ليرة، مو ناقصنا وجع رأس. هلأ إن كان كم ليرة ولا كان مليون ليرة، ليش هيك أنت تشتوش وبتتنازل عن حقك بسهولة؟ أه؟ أنا تشتوش؟ تشتشك وحده. 100 مرة قلت لك أنا ما بحب المشاكل، ما بحب العنف، بحب المسايرة والمسالمة. حلك تعرفي طبعي بقى أم راتب؟ ولي شو هاد؟ ما بعرف مين قافل الباب من برا؟ يمكن شي حرامي. لك شو حرامي أم راتب؟ الحرامي بيفتح البواب مو بيقفلها. إلك مين عمل هالعملة هي؟ أنا. شو هاد يا مراتي؟ العمى بقلبه ما اوقحه. لك هذا بدل ما يسلمنا الغرفة اخذ غرفة تانية الافندي؟ شو يعني؟ بده يستقبل فيها ضيوفه وزواره؟ ايش مسؤولين نحن عن ضيوفه وزواره؟ وشو رح تعمل هلا يا ابو راتب؟ رح تسكت له؟ لا لا، شو اسكت له؟ ما فشرت عينه؟ اكيد ما رح اسكت له.
اذا بوشك هلا على مخفر الشرطه، قدم شكوى واعمل ضبط بالشي اللي صار اليوم. اوام هلا انت ما في على لساني غير كلمه الشرطه؟ لسه كل ما دق الكوز بالجره روح على الشرطه اشتكي للمخفر اكتب ضبط. لك ايش بك انت مراتب؟ شو صاير لك؟ ضيعتي اخلاقي؟ ليش صدامية وعدوانية لهالدرجة؟ إذا منشان هيك شغلة ما رحت على الشرطة، منشان شو بدك تروح لك؟ ولك يا مخلوقة الله، يا مخلوقة ربي، صرت 100 مرة قايل لك مو قد الفوتي على المخافر أنا، ما بحب وجعة الراس أبداً. بعدين شو فكرك؟ إذا رحنا على الشرطة شو رح يعملوا يعني؟ رح يطالعوه من البيت؟ رح يقولوا لنا تفضلوا؟ تفضلوا تفضلوا؟ صدقيني أكثر من ضبط حبر على ورق وتوقيع على تعهد ما في. بقى انسي لي شغلة الشرطة بيكون أحسن. هلا أنت ليش بتحكي بنتيجة الشغلات قبل ما تصير؟ قوم اعمل اللي عليك بالأول وبعدين احكي. رح أعمل اللي عليّ، رح أعمل اللي عليّ، اطمني. ها، يعني رح تشتكي للشرطة؟ لك لا، مو للشرطة. رح أشتكي للمختار. مختار الحارة هو اللي بيحل لي المشكلة. هلا المختار بده يحل لك المشكلة؟ إي نعم. أنا بدي أخده لهالزلمة بالسياسة والمحاية وبالعيني وبالروحي، لأنه نحنا بدنا حل سلمي مع هالرجل، حل سياسي، ما بدنا قوة. وإذا إجا المختار مع كم زلمة من كبارية الحارة وحكوا معه فمو معقولة ولا بشكل يخجلون. يعني رح يخجلون؟ لو هيك واحد بيستحي من مختار أو من غيره ما كان عمل اللي عمله معك. بقى اسمع مني ولا تعذب حالك، هذا ما في بوشه نقطة دم. طيب بكرة بتشوفي. شو هالحكي؟ شفت الغرفة هيك عينك كنت عينها؟ هذا اللي صار يا مختار. لك يخرب بيته وبيت بيته. لك شو قصته هاد؟ مو سائل عن حدا؟ ما بعرف يا مختار، هذا اللي مجنني، مع اني كنت عم اخده بالسياسة، والله بالسياسة، واتعامل معه بالحسنة، حتى بالعلامة ضيفته صحن مفركة كوسة قبل ما ياخذ الغرفة بيوم. هذا خرج مفركة كوسة هاد. لك هذا بده سم الهاري يهري مصارينه. ايه مختار، والعمل هلأ شو لازم نعمل يعني؟ قلي شو بتريد لأخدمك؟ ها شو عم أقول لحالي يا مختار؟ يعني أنا ما بدي فوت مخافر أو محاكم ووجع راس بهيك عي. كيف بدك تحصل حقك لكان؟ قلي يعني مثل ما بيقولوا عن طريق القنوات الدبلوماسية. ما فهمت عليك. يعني يلي بقصده إذا عملنا هيك يعني بمعيتك مختار وفد صغير من كبارية وجهاء الحارة، وراح الوفد لعنده على البيت وحكى معه بالحسنة، فكرك ما بناخد نتيجة؟ شوف هي الفكرة معقولة كتير، وإذا بدك مني أتصرف أنا تكرم عينك. وهذا موضوع الوفد اترك لي يا إلي، أنا اليوم المساء بجمع كبارية الحارة وبشاورهم بالموضوع، وإن شاء الله ما بيصير إلا الخير. الله يديم عزك يا مختار، الله يديم عزك. تكرم عينك يا ابو راتب، ولو انت من عظم الرقبه. الله يخليك، شكرا على الشاي. صحتين وهنا. الله يسلمك، مستأذن انا. مع السلامه، مهوني. يلا في حدا؟ الو نعم. ايوه انا هيثم. مين عم يحكي معي؟ مين ابو جميل؟ اهلين مختار. أهلين وسهلين. لا تمام ماشي الحال. شو هاد؟ جايين لعندي أنا؟ جاهة؟ عفوا مشان شو؟ أيوة. إيه أهلا وسهلا. شو عليه؟ بأي وقت بتحبوه مو مشكلة أبدا. لا اليوم مالي فاضي ولا بكرة ولا حتى بعد بكرة. الخميس لا أبدا ما لي فاضي، يعني أنا مشغول من هون لعشرة أيام. طيب حاكوني مشان نتفق. تكرة أهلين مختار. أهلين، الله معك. عاملين جاهة حلو والله، هذا اللي كان ناقصني. ولي شو ها؟ ولي على قامتي راح البيت. العمى شو رأيكم؟ اشتكي للشرطة ولا حط على الجرح ملح واسكت؟